مصمرتي عيني 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 من غير حقي انا مصمرتي من غير حقي انا مصمرتي يعني انا عايز افهم عايزين مني ايه دول؟ هم مش شايفين ان السياحه في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا ان بقالهم اربع شهور بس ما قبضوش، الشركات التانيه مسرحه موظفينها من ثلاث سنين، وانا طول الفتره دي وانت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي، يعني المفروض اعمل ايه؟ اصرف عليهم؟ اذا كنت انا لسه مش عارفه هقفل الشركه دي ولا هخليها؟ يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شويه؟ وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في اقرب حيطه. لا احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاهم، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. معرفش لاقي حل، اتصرف. الو. ايوه يا حبيبي. ايوه يا مروان. مفيش عندي مشكلة كبيرة في الشغل ومش عارفة احلها. معقولة يا حياتي عندك مشكلة؟ وانا عايش في الدنيا؟ ايه خلاص بقى؟ اروح اموت نفسي. العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركة ما فيهاش فلوس، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال ايه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص. يا حبيبتي ما تفكريش حتى طول ما انا موجود في الدنيا. امال انا موجود ليه؟ مش عشان خاطر اريحك؟ بصي يا روحي، أنا عندي برنامج هروح أصوره وأرجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وأنا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك إيه، هتوحشيني قوي 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 لغاية ما أشوفك. باي يا روحي. كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افرج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا اهدي بس يا هايدي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايدي حبيبتي، وحشاني موت. سوري، ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا. لا 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 لا، نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه اهو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لا روسك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وساحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه.
قلت لهم وسعوا وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني. أنا همشيهم لك. الدكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا! عايزين فلوسنا! ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي. قلت لها ازاي هايدي سادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايما أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. احنا هنصرفهم وحنصفي الشركة. نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة. اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا. اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضرب يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا لا أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات ييجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته. واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وغني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضك. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامة. يا كوريا يا قمر وحشانة اللي بتسأل. ما تزغرطي ياما، زغرطي ياما. الحمد لله على السلامة يا أعز وأغلى وأطيب كوريا. البيت والشارع والحارة ولا كان ليهم 30 لازمة من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هيمو فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك إيه؟ روح ناديله بس ما تقولش إن أنا هنا. فريرة يا حرامي، لا هو لسه هيمة ما يعرفش إنك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذة يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما عرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطة، يومك شبهك يا حلوة. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري؟ انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعده ريحك من الصداع. يا سلام كنت
كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح قصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم. انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريم اللي انت بتروحهم كل يوم. كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي. شويه ريسبكت ليا والجوزي. احنا لينا بوزيشن لينا ايمج ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا سوكو اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع انا اخطفك يا جدع ميت. في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبي يا اما سيبي. ايه يا اما سيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا الحمد لله على السلامة. كوريا ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطة؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجأة. دي احلى مفاجأة. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجة تعدي كده. عارف يا هيما انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرمية السودة دي. لا كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا. اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها هتروح فين اهي شفتي يا حبيبتي؟ مالك؟ مش عارفه اصل انا مضايقه شويه. حاسه ان هايدي قاعده بتعاملني بطريقه رخمه اليومين دول. حرام عليكي دي طول الوقت عماله تقول عليكي انك زي اختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه. انت عارفه شركتها واقفه والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي بس برضه مش للدرجه دي. اصل الطريقه بتاعتها بقت مستفزه جدا. معلش استحمليها بس شويه الفتره دي على الاقل لحد ما الازمه تعدي ونشوف هتعمل ايه في الشركه. نادر انا عاوز اقول لك على حاجه. قولي. في واحده صاحبتي اشترت اوضه نوم فرنساوي من تركيا تحفه وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. اوكي مفيش اي مشكله. وانا اليومين جايين دول هنزل اشتري الهدوم بتاعت شهر العسل. عادي كده؟ ايه بتقوليها عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني. حبيبه قلبي ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل. جبت أجلك بس أعمل إيه؟ ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يوم أنا ما هسيب حقي. وغلاوتك ما هسيب حقي. مين؟ حبيبتي يا كوريا الحمد لله على السلامة. يا كوريا عامل ايه؟ نورتي بيتك نورتي بيتك. بيت ايه بقى فين؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت معادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش العمار بيد الله مناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة غلطانة انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهري ايدي يا خال.
انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلاوي على النت، ما اعرفش انهم نصايا عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان ايه علاقتك؟ معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعي اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سابقه في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنا عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه؟ بس ورحمه امي يا خيل، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكلب ده كده اللي استناك السنه بحالها. اوعك يا كوريا اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي، انت بنت ناس وبتربية. شمال يا خيل؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خيل، في ناس كده اهو ظبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك ظبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه، انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال؟ كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوكه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشه نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم، انزل اشتغلي تاني، في ايه دي؟ انت اللي اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا، سندس اللي شلتها سنة بحالها، قاعدة معايا بحق ومرتي وولادي، اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كمية الأخبار الزفت اللي أنت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، أنت بتقولي عايش في حق، يعني شايف أنا اللي عايشة في البيت الأبيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا أختي. لسه فاكر نظرتك ليا وأنت بتموتي. لسه كلمتك في ودني. قلت لي كوريا مظلومه، قلت لك ايوه عارف، قلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك ايه خير؟ تعالى خير. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيها؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله، لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات.